في طفرة يا دكتور، يا دكتور حضرتك في تحديد نوع الجنين، هل فعلا بوسائل الاخصاب المساعد نقدر نحدد نوع الجنين؟ احنا الموضوع ده مهم جدا. احنا تحديد نوع الجنين دوت بقى متوفر عندنا دلوقتي، ومش بس بنحدد نوع الجنين، احنا نقدر نشوف اذا كان في اي امراض وراثيه في الجنين، بحيث ان احنا نتجنب نقل الجنين اللي فيه امراض وراثيه. يعني الموضوع دوت عمل اللي هو بري امبلانتيشن جينيتك دايجنوز، اللي هو اسمه بي جي دي. دوت الهدف منه ايه؟ ان احنا بناخد خليه من معانا الجنين زي ما احنا بيشرح. عندنا هنا، ده صوره من عندنا من المركز، بناخد خليه من الجنين نفسه. الخليه ديت عن طريق ان احنا بنعمل زي فتحه بالليزر، وبناخد العينه، ده طبعا متكبر مئات المرات. العينه الخليه اللي احنا بناخدها من الجنين ديت بنقدر ان احنا نفحصها وراثيا، نقدر نعرف كل جنين بعد ما بناخد منه الخليه اذا كان هو ذكر ولا انثى، اذا كان في اي امراض وراثيه ولا لا. لان في امراض وراثيه احنا طبعا نقدر نحدد، افرض مثلا حد عنده بنات وعايز طفل ولد، بنقدر ان احنا نعملها. وفي نفس الوقت ممكن مثلا امراض وراثيه معينه ما بتجيش غير للولاد او ما بتجيش غير للبنات، فنقدر نحدد هنرجع للطفل ايه. يعني مرض زي ديوشان ماسكولار ديستروفي اللي هو ضمور في العضلات، بيجي للولاد بس، فاحنا ساعتها بيبقى الـ لازم ان احنا نختار بنت بس هي اللي نرجعها. بيعوزوا منك كتير ولاد ولا بنات؟ وده حصل. الاغلبيه طبعا بيبقوا عايزين ولاد علشان خاطر، بس كتير جدا بيبقى محتاجين بنات برضو. يعني قصدي الموضوع ابعد من كده، لان برضو في بعض الامراض الوراثيه اللي احنا بنقدر نختارها، وعندنا دلوقتي حاليا يعني كذا حالات كتيره جدا، اللي احنا من المراكز القليله اللي فيها بنفحص، بنعمل اللي هو الفحص الوراثي المبكر للاجنه دوت. فبالتالي كتير جدا من اللي هم عندهم امراض وراثيه في العيله، عارفين ان لو حصل حمل 25% مثلا هيحصل كل مره طفل مصاب بمرض معين، كنت لسه بنقدر نفحصه.